دائرة ألمانيا معناها خصوصية ما تنضبطش، دائرة ألمانيا ما تنضبطش للقواعد العامة متاع النظام الانتخابي متاعنا. نظام انتخابي على القوائم بروبورسيونيل، معناها بالبروبورسيونيل، لكن احنا في كتبدا دائرة فيها مقعد واحد ما ثماش معناها البروبورسيونيل ما عادش تمشي، ومعروفة معناها هذا، معناها انه باش تمشي. مازلتوا باش تحافظوا على ترشيح واحد على المعارضة؟ لا باش نعطيك الموقف، معناها باش نعطيك الموقف، خليك عندك اكسكلوزيفيتي باهية، معناها خارقة العادات. يعني احنا معناها بعد الاسبوع من المفاوضات قبلنا عديد الاحزاب الجمهوري، التيار، حركة الشعب، المسار البديل قبلناهم وكذا، وهما معناها برشا ناس قالوا نقدموا ترشحاتنا، وبعد تغلق باب الترشحات نشوفوا كيفاش شكون يسحب روحه. يظن اليوم فما 13 مترشح ولا 14 مترشح في دائرة فيها واحد، فاحنا قلنا هذه مش معقول، واحنا بالتالي مانيش باش نقدموا مرشح. مش كان انتوما اولى بتقديم مرشح لايقاف هذا الفولكلور السياسي؟ معناها يا ليه عاد ماكش مساهموا في الفولكلور، المساهمه في الفولكلور مش باهي، هاو باش تقف عندي قربت 14 مرشح على مقعد وفيه النسبيه، معناها النسبيه ما تمشي كان كي تبدا دائره فيها على الاقل اربعه، هذوما دراسات رقميه. معناها التقسيم نتاع الانتخاب نتاع الدول الانتخابيه في المانيا ما كانش معناها منطقي، معناها يلزم تقييمه مش وقته اليوم. فبالتالي احنا قلنا هذه عمليه مانيش باش نشاركوا فيها، مانيش بشاركوا فيها، ومعناها اعتقد بالعدد الهائل نتاع المترشحين انا خوفي وانه نسبه المشاركه تكون ضعيفه، واللي باش يطلع معناها بتمثيليه ضعيفه. يعني الانتخابات الرئاسيه الدوره الثانيه صوتوا 6000 على 26000، 6000 راهو معناها مع العلم انه المرزوقي جاب افضل من البشي قايد السبسي 3500 والاخر 2500، يعني معناها الوضعيه مش سهله. معناها في المانيا والمشهد الانتخاب يتغير، علاش؟ برشا طلبه ينقلوا معاش رجعوا لتونس، متحرك السكنه متحرك. وانا اعتقد انه المشاركه في الانتخابات في الخارج، اما الهيئه باش تقدم على التصويت الالكتروني ما كانش ما عندوش معنى. معناها الناس تاخذ طياره باش تمشي تصوت، يعني بغض النظر على المقعد هذا، هل كان يعني بامكان احزاب المعارضه ان تتوحد على موقف واحد؟ نتمنى انهم من بعد يتفاهموا، لكن صعيب على خاطر اللي باش يسحب باش يقعد اسمه موجود في 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 بطاقه الانتخاب، وكي بدا اسمه موجود يجيب عنده صفر اصوات مش باش يقبل. يعني هذا الوضعيه واضح. انا حبيت نعلق على حاجه اخرى فيما يخص موقف معناها اللي كنا نسمعوا فيه من سي سفيان توبال، يعني معناها الناس مش لاهي بنية تونس، هما اللي خلقوا الحدث، هما كانت عندهم نية. الناطق الرسمي للحزب قال عندنا نية لترشيحك باش قايد السبسي، يا اخي احنا قلنا لهم رشحوا باش قايد السبسي، حافظ قايد السبسي العفو. دوك معناها ما إيه هل هما هل النية هذية، هما انا شو نقول وزنوا العملية لقاوا اللي سلبياتها اكثر من ايجابياتها، فبالتالي دخل رئيس الجمهورية كما قلت انت وقال له يعيشوا اللي يركح، هذا كل يوقع عرب. يعني فما وزن اللي تم فما تقييم، فما تقييم وقع للوضعية، وأنه كان باش يترشح حافظ يمكن زاد كذلك الصورة تكون سيئة.